بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم أحبتي بالخير واليمن والبركات، وما زلنا مع حلقات كن واعيا التي أطلقتها مجموعة الحجامة هدي نبوي الدولية. إن تحديد عدد الأكواب يكون على الأهداف العلاجية أو الوقائية للمحتجم، وعلى هذا فإن الجوانب الهامة للحجامة هو تحديد عدد الأكواب المناسبة في الجلسة الواحدة، وهذا يتطلب دراسة شاملة لحالة المحتجم وطبيعته وطبيعة المرض المرتبط به. ويمكن أن تستخدم الحجامة في مناطق مختلفة من الجسم بناء على المشكلة الصحية أو التنشيطية أو الوقائية. في بعض الحالات يمكن أن تكون جلسة واحدة وبعدد أكواب قليلة تكفي لتحسين الحالة، بينما قد تتطلب حالات أخرى جلسات متكررة على فترات منتظمة وعدد أكواب أكثر أو أقل لتحقيق النتائج المرجوة. ويتعين على المعالج الخبرة والمهارة والفهم العميق في تحديد البروتوكول المناسب من الحجامة لكل حالة. لذلك ينصح دائما بالتعاون مع معالجين مؤهلين لتطبيق الحجامة بأمان وفعالية. فكن واعيا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.